ثورة تشرين مستمرة ومنتهية في وقت واحد. بعد 25 من الشهر الماضي استذكر المتظاهرون انطلاق التظاهرات والاعتصامات، لكن ما حدث كان مفاجئا. رفع للخيام وانسحاب من ساحة التحرير، والسبب مجهول أو غير مقنع. أما البصرة وذي قار والنجف فقد أبقت على اعتصامها حتى تحقيق مطالبها، وهو الكشف عن قتلة المتظاهرين. أما التصعيد في البصرة فقد وصل إلى مستويات خطيرة. دقاني دربالك رجعها دربالك. ما زالت تصادمات بين المتظاهرين وقوات فض الشغل. المتظاهرون يصرون على البقاء في خيامهم، وقوات مكافحة الشغب تواجههم بالقنابل المسيلة للدموع. وهنا تدفعنا هذه الأمور والمتغيرات إلى تساؤلات عدة. هل التظاهرات في بغداد وصلت إلى أهدافها، أم هي أجبرت على هذا الأمر لتفويت الفرصة على المدسين كما يقول الناشطون؟ هل التظاهرات شعرت بأنها حجر عثرة أمام طموحات الحكومة التي ينتمي إليها عدد ليس بقليل من الناشطين؟ ولعل كاظم السهلاني ومهند نعيم نموذجا. هل هنالك مخطط لإعادة ترتيب ساحة التحرير وتنظيفها من الأحزاب وستعود مجددا، أم أن اكتمال قانون الانتخابات هو من أوقف التظاهرات في بغداد؟ جملة من الأسئلة تحتاج إلى من يفك طلاسمها، لكن من دون مراوغة وتزييف.